عادة ما أستمتع بالسفر جواً ولا أواجه سوى القليل من الأشياء التي لا تعجبني. إن تمكنت من نسيان قضائك لساعات محشوراً مع أحد الأطفال في مقعد صغير وهو يركل مقعدك من الخلف، ستكون مشكلة الوحيدة المتبقية هي انخفاض درجات الحرارة في مقصورة الركاب. إذن هل هناك سبب متعلق بالطيران خلف هذه المعاناة؟ ظننت في البداية أنه ومن خلال ضبط حرارة الطائرة على هذه الدرجات المتجمدة تحاول شركات الطيران مساعدة الركاب في التكيف مع الظروف الجوية المختلفة، ففي النهاية قد يكون الطقس أبرد في المكان الذي يتجهون إليه، ولكني كنت مخطئاً. قد يبدو هذا سخيفاً بعض الشيء، ولكن الرياح تهب خلال مقصورة الركاب لتوفر لك أقصى درجات الراحة. مهلاً، ماذا؟ في البداية الحرارة في المقصورة ليست بتلك البرودة التي تعتقدها، فعادة ما تتراوح بين 22 و24 مئوية، ونادرا ما تنخفض إلى 18 مئوية. في الواقع هذا معدل درجات الحرارة في معظم مكاتب العمل. إذا ما المشكلة؟ لا تنسى أنك أثناء السفر بالطائرة لا تنهض كثيرا من مقعدك أو تتحرك، وبالتالي لا ينتج جسمك حرارة كافية لتدفئة نفسه، وستشعر بالمزيد من البرودة مقارنة بوجودك في ظروف مختلفة. من جهة أخرى، إن كانت المقصورة مشغولة بالكامل فسيوفر الركاب أنفسهم حرارة كافية لجعل المقصورة أكثر دفئاً. على أي حال، تبين أن هناك علاقة بين الضغط ودرجة الحرارة في مقصورة الركاب وبين تعرض بعض الناس للإغماء في منتصف الرحلة. في البداية الإنسان أكثر عرضة لفقدان الوعي وهو في الهواء أكثر من وهو على الأرض، ويحدث ذلك نتيجة لحالة خاصة تسمى نقص التأكسج. تحدث هذه الحالة عندما لا تحصل أنسجة الجسم بما فيها الدماغ على ما يكفي من الأكسجين، فتصبح غير قادرة على أداء وظيفتها بشكل صحيح. ولكن إن كانت درجات الحرارة مرتفعة على متن الطائرة وكان الضغط أعلى من المعتاد، فقد تزيد هذه العوامل من سوء الموقف وتزيد من احتمالية حدوث ردة فعل سلبية. بلا شك تختلف درجة حرارة الجسم من شخص لآخر، والحرارة التي تبدو مريحة لأحد قد تكون حارة أو باردة جدا بالنسبة لآخر. ولكن للبقاء في الجانب الآمن، تفضل شركات الطيران إبقاء درجة الحرارة في مقصورة الركاب أقل من الطبيعية بقليل. وللتوضيح، يمكنني أن أخبرك بأني أفضل ارتداء ملابس إضافية بدلاً من التسبب لذلك المسكين الجالس بجواري بفقدان الوعي. ومع ذلك لن ترتجف طوال الرحلة إن كانت الطائرة التي تستقلها جديدة. يرجع السبب في ذلك إلى أن الطائرات الحديثة مزودة بمنظمات للحرارة أكثر تطوراً، وهي قادرة على تنظيم درجة حرارة المقصورة بشكل أدق. وعلى الرغم من استحالة ضبط درجة الحرارة حول المقاعد الفردية، يمكن للمضيفات تنظيمها وفقاً لكل منطقة. بالمناسبة، لا يقوم طاقم المقصورة عادة برفع درجة الحرارة إلا إذا طلب الركاب ذلك، لأنهم لا يواجهون عادة أي مشاكل مع الحرارة المنخفضة. ففي النهاية مضيفو الطيران يعملون ويتحركون بشكل متواصل، بينما يبقى الركاب في مقاعدهم في حالة استرخاء، ولهذا يشعرون بدرجة الحرارة بطريقة مختلفة تماما عما تشعر به أنت. وأخيرا، هل لاحظت مدى ارتفاع درجة الحرارة على متن الطائرة قبل إقلاعها، خاصة إذا ما قورنت بالبرودة التي تكون في منتصف الرحلة؟ يرجع السبب في ذلك إلى إغلاق تكييف الهواء الموجود في الطائرة حتى أن تغادر، وذلك بهدف توفير الوقود. وبالتالي قد تؤدي درجات حرارة أجسام الأشخاص الموجودين على متن الطائرة إلى جانب غياب التكييف إلى رفع درجة حرارة المقصورة بشكل غير مريح، فيجب ألا تتجاوز درجة حرارة الطائرة 32 درجة مئوية. ولكن لحسن الحظ هناك احتمال ضئيل للتعرض لدرجة حرارة كهذه أثناء السفر. حسناً، أصبح واضحاً الآن أن الغاية من انخفاض درجة حرارة المقصورة هو تحقيق الراحة لحضرتك. ولكن ماذا عن الجفاف؟ هل يحدث بسبب غير منطقي أيضاً؟ كلا، يؤكد الطيارون حقيقة أن مقصورات الركاب متدنية الرطوبة بشكل كبير، وبالتالي يشعر الركاب بالجفاف، حيث لا تتجاوز نسبة الرطوبة بها 12%، أي أكثر جفافاً من معظم الصحاري. للأسف لا يمكن لمصنعي الطائرات فعل الكثير لحل هذه المشكلة،
كون الهواء الجاف نتيجة ثانوية للطيران على ارتفاعات عالية حيث الرطوبة منعدمة كلياً، مما لا شك فيه يمكن لمعدات الترطيب الموجودة في المقصورة معالجة المشكلة بشكل جزئي، ولكن هذه المعدات باهظة الثمن ولن تستحق النتائج كل ذلك المال. أضف إلى ذلك أن زيادة مستويات الرطوبة على متن الطائرة قد تتسبب في تعرض أجزائها للتآكل. بالمناسبة، ما هي درجة الحرارة التي تشعرك براحة أكبر على متن الطائرة؟ وكيف تتعامل مع البرد في مقصورة الركاب؟ أخبرنا بذلك في التعليقات أدناه. بجميع الأحوال، أصبحت درجة حرارة المقصورة الآن منطقية بالنسبة لي، ولكن ماذا عن عنبر الشحن الذي تسافر به الحيوانات الأليفة؟ ما هي الظروف هناك؟ يتفاجأ الكثيرون عند معرفة أن مكان الشحن مضغوط كما هو الحال في مقصورة الركاب. فضلا عن ذلك، يستخدم الهواء ذاته الموجود في المقصورة لتبريد عنبر الشحن، ولكن نظرا لأن هذا الهواء موجه من مكان آخر ينتهي به الأمر ليكون أبرد عند وصوله عنبر الشحن الأقل عزلة عن مقصورة الركاب، وهذا هو السبب في انخفاض حرارة عنبر الشحن رغم اختلافه من طائرة لأخرى، ولكنه عادة لا يتجاوز 7 درجات مئوية. أليس هذا شديد البرودة بالنسبة للحيوانات المنقولة في عنبر الشحن؟ لا حاجة للقلق، حيث يزيدون الحرارة في المنطقة التي يضعونهم بها إلى 18 درجة مئوية. وأخيراً، إن كانت الطائرة تنقل بضائع حساسة لدرجات الحرارة، فهناك صناديق خاصة للشحن مزودة بأدوات للتحكم بدرجة الحرارة. ولكن إن لم تكن درجة الحرارة داخل عنبر الشحن تصل إلى التجمد وكان الهواء مضغوطاً، فلماذا لا ينجو المختبئون من هذه التجربة إلا بحالات نادرة؟ يرجع السبب في ذلك إلى عدم اختباء هؤلاء الأشخاص في المقصورة أو عنبر الشحن، بل في صناديق العجلات، وهذه الأماكن معرضة لمختلف التقلبات الجوية. وكما تعلم، كلما ارتفعت الطائرة ازدادت البرودة، فإن كانت درجة الحرارة عند الإقلاع هي حوالي 21 درجة مئوية، فيمكن أن تنخفض إلى ناقص 57 درجة مئوية عند وصولها إلى ارتفاع يتراوح بين 10700 إلى 12200 متر، وهو الارتفاع العادي للتحليق. وقلة من الناس قادرون على الصمود في درجة حرارة منخفضة كهذه حتى لو لساعة واحدة. بالمناسبة، هل تعلم لماذا تترك الطائرات خلفها في السماء مسارات بيضاء؟ تسمى أيضا بمسارات التكاثف. في الحقيقة، كنت أظن دائما أنها نوع من الانبعاثات الغازية كتلك التي تنتجها السيارات القديمة، ولكن يبدو بأن سبب ظهور مسارات التكاثف هو السبب ذاته الذي يجعلك ترى أنفاسك في الطقس البارد، حيث تكون العوادم المنبعثة من الطائرة رطبة وحارة، وعند اختلاطها بالهواء المتجمد والضغط المنخفض بالتحليق عاليا، لا يتعرض بخار الماء للتكاثف فقط، بل قد يتجمد أيضا. تبدو لنا هذه العملية كخطوط من الدخان الأبيض في السماء، كأنفاسك تماما في الأيام الباردة. تختلف مسارات التكاثف في سمكها ومدتها، ويعتمد ذلك على الرطوبة ودرجة الحرارة في الغلاف الجوي، إلى جانب ارتفاع الطائرة، وهذا شيء جيد كونك قادر على التنبؤ بالطقس من خلال النظر إلى مسارات التكاثف. تذكر أنه إن كان المسار الأبيض الذي تركته الطائرة رفيعاً وقصيراً، فذاك يعني انخفاض الرطوبة هناك، لذا على الأرجح سيكون الجو صافياً. ولكن إن رأيت مساراً كثيفاً وطويلاً، فكن مستعداً للعاصفة، حيث يشير هذا المسار إلى ارتفاع في رطوبة الهواء. قد تلاحظ من حين لآخر أن المسارات المستقيمة في السابق أصبحت متعرجة أو تركت حلقات غريبة في السماء، ويعني هذا أن الطائرة إما تتعرض لمطبات هوائية أو تحلق في الهواء بكثافة ودرجة حرارة مختلفتين. هناك ظاهرة أخرى غريبة نوعا ما قد تكون شاهدتها من قبل، وهي طائرتان تحلقان على مقربة من بعضهما البعض، ولكن تركت إحداهما خلفها مسارا طويلا وكثيفا، بينما تركت الأخرى مسارا بالكاد يكون مرئيا. قد يرجع السبب في ذلك إلى اختلاف محركات الطائرتين، فتجد مثلا انخفاض حرارة العادم في الطائرات ذات المحرك الحديث، وبالتالي سيكون مسار التكاثف مختلفا كليا عن ذلك الذي تتركه طائرة بمحرك قديم. أضف إلى ذلك، يعتمد طول وسمك المسار على إعدادات الطاقة في الطائرة وارتفاعها، وقد تعتقد في هذه الحالة أن الطائرتين تحلقان جنبا إلى جنب نتيجة للتأثير البصري،
بينما هما في الواقع في طبقات مختلفة من الغلاف الجوي، ونتيجة اختلاف الرطوبة من طبقة لأخرى يظهر الاختلاف في مسارات التكاثف. إذن لقد انتهيت الآن، وحان وقت النظر إلى السماء. مهلا، إن كنت قد تعلمت شيئا جديدا لليوم فاضغط على زر الإعجاب لهذا الفيديو وشاركه مع أصدقائك. وإليك هنا مجموعة أخرى من الفيديوهات الممتعة، ليس عليك سوى النقر على الفيديو الأيمن أو الأيسر للمشاهدة، وللبقاء في الجانب المشرق للحياة.